الدكتور محمد سامي الشربيني رئيس مجلس إدارة مجموعة أمان وسيفتي لزجاج السيارات، والشركة تتكون من 4 مصانع لإنتاج الأنواع المختلفة لزجاج السيارات. بدأنا نستخدم برنامج أونيكس ERP، وذلك لسهولة استخدامه وسرعة الدعم الفني الخاص به. وفي الحقيقة البرنامج ده بيقوم باستخدامه حوالي قرابة 100 مستخدم من التخصصات المختلفة. والحقيقة استفادت المجموعة من البرنامج تنظيم العمل واختصار الوقت وتنظيم العملية الإدارية والمالية.